في 23 من مارس سنة 1993 على الساعة 8:15 ليلا، استقل 21 عامل منجم المصعد الذي يسمى ماري آن لينزلوا ويجهزوا أنفسهم للمناوبة الليلية. نزلوا بالمصعد بسلام إلى أن بدأت الأرضية تهتز فجأة، فتوقف بهم المصعد. نظر الرجال إلى بعضهم البعض، وطلب أكبرهم راسي إيراسموس رمادي الشعر من البقية ألا يقلقوا، سيتحرك المصعد ماري آن قريبا. لكن لم يكن زميله الأصغر سنا ماريو كوريل متفائلا. ألم يسمع تلك الأصوات الغريبة؟ كما لو أن أوه كلا، يتكوم الحبل الفولاذي على سقف المصعد، أجل فوق رؤوسهم بالضبط، والرافعة التي تنزل المصعد، لحظة، لما لا تزال تعمل؟ ثمة شيء ما يعيق نزولهم. لم تكن الكابلات على السقف قوية كفاية لتحمل وزن المصعد وهو فيه، حتى أضعف الاهتزازات من الخارج قد تلقي بهم في سقوط حر. كان المصعد على ارتفاع 610 متر فوق القاع، أي بذات طول برجين من أبراج إيفل، وما من شيء قادر على إنقاذهم لو سقطوا. دفع ماريو كبيرهم راسي جانبا، واستعمل كامل قوته لفتح باب ماري آن. كان ماريو قويا وواسع الحيلة، فقد والده حينما كان في 12 من العمر، واضطر لرعاية 10 أشقاء ونفسه بالطبع. وطول سنوات المراهقة كان يذهب للصيد مع أصدقائه من قبيلة بوشمان، مستعملا الأقواس والسهام يدوية الصنع. وفي وقت لاحق صار ماريو مدربا بدنيا، كرس حياته لهواة الملاكمة. وبعد ذلك بوقت قصير تعرف على كوني، تلك الفتاة البلجيكية وزوجته المستقبلية. كل ما أراد فعله هو شراء أرض ليعيش فيها برفقة كوني وابنيهما. ظل يوفر المال من أجل تحقيق حلمه بعد حصوله على وظيفة في المنجم. وانظر إليه الآن عابسا يحدق من خلال أبواب المصعد المفتوح. فصلت بين مصعد ماري آن والجدار الإسمنتي أمامه هاوية بعرض متر ونصف، وعلى اليسار رأى فضاء فارغا بعارضة من 6 أعمدة متصلة تستعملها المصاعد الأخرى. كان عمال المنجم محظوظين لأن المصعد توقف في مستوى الدعامة، وحيث توجد حافة بارزة يمكنهم الوقوف عليها. ومع ذلك كان عليهم عبور عمود مخيف مظلم. وقف ماريو في الخارج، وفي منتصف الطريق خارج المصعد ركل صخرة من فوق الحافة. صمت رهيب، لم يسمع صوت سقوطها في الأسفل. رأى أنابيب عمودية بعيدا عن الدعامة، بدا كأن لا قاع لتلك الدعامة، لكنها كانت مطوقة بمجموعة من الأعمدة المتقاطعة كل 3 أمتار. وعند كل 60 مترا ثمة منصة بنفق مضاء يؤدي إلى داخل المنجم، لكن الظلام يخيم على المكان وما من أحد لمساعدتهم. يجب أن يعتمد عمال المنجم على أنفسهم الآن. فجأة اهتز كل شيء من حولهم، بدا الصوت كأنه قطار بعيد، شيء ما يقترب، وأيا ما كان فإن صوته يعلو بشكل تدريجي. ومن ثم أدرك ماريو أن المصعد السادس الذي يحمل كميات هائلة من الحصى لمزج الإسمنت يسقط فوق حجرة مصعدهم. من المحتمل أن يثقل حلقات الكابل ويجر مصعدهم معه، ذعر ماريو، لكن ما من وقت للذعر. نظر حوله مجددا، تحت المصعد بحوالي 10 أمتار ثمة محطة للمستوى رقم 37، مما عنا أنهم تحت سطح الأرض ب3700 قدم أو 1120 مترا. ثمة هاتف وزر لحالة الطوارئ، يمكن لأحدهم مساعدتنا. تسارعت الأفكار في ذهن ماريو، لكن كيف يسعنا الوصول إلى هناك؟ ماذا عن تلك الأنابيب العمودية؟ إنها عريضة ويستحيل تسلقها، لكن هناك أنبوب مياه فولاذي أنحف بالجوار. تشبث به ماريو وأخذ نفسا عميقا، ومن ثم بدأ في النزول. بدأ الأنبوب فجأة في الانبعاج والابتعاد عن الجدار. هلع ماريو، لكنه سرعان ما وصل إلى نقطة حيث الأنبوب أكثر ثباتا، وأخيرا وصل إلى مكان آمن. لكن لا يزال أمامه متر ونصف ليصل إلى الهاتف. قفز وأمسك بأنبوب المجاري في الجانب الآخر، لقد نجح ودفع نفسه إليه. سمع صراخ عمال المنجم، كان المصعد السادس يقترب منهم. بسرعة، الزر هناك في الصندوق الأحمر. حطم ماريو الزجاج بيده وضغط على الزر، التقط الهاتف، والآن ها هو ذا يتحدث مع مشرف المصعد. طلب منه ألا يحرك أي شيء وقال صارخا، اضغط على المكابح بسرعة.
ومن ثم عاد بسرعة إلى المصعد بالطريقة التي نزل بها. كان رجاله مذعورين ومتفاجئين لرؤيته، ومن ثم قال: لا بأس، يمكنكم النزول الآن، لقد توقف كل شيء. لكنهم تجمدوا من شدة الخوف. أخذ شطيرته وطلب من الرجال أن يلحقوا به بينما يحاول النزول على الأنبوب ثانية، ومن ثم توقف. كانت سكك التوجيه العمودية للمصعد ملتوية. أوه كلا، لقد كانوا تحت رحمة بعض البراغي والمعدن غير المستقر. ومن تلك اللحظة حتى التنفس صار خطيرا. تخوف الرجال من أخذ أي خطوة، لذا دفع ماريو أحد العمال تجاه الأنبوب وقال: هذه حالة طوارئ، يجب أن يغادر الجميع بأسرع ما يمكن. سحب الرجل عن الحافة، كان مذعورا، لكن بعد أن كادا يسقطان أمسك بالأنابيب. وحينما هبط كان يجب على ماريو أن يفكر في طريقة لعبور الهاوية. ساور الخوف العامل وأبى القفز، لذلك أمسك ماريو به وصرخ يأمر رجاله: اتركوا الأنبوب! حينما تأرجح عبر الهاوية رمى ماريو العامل على المنصة، وفي الوقت ذاته استفاد من تلك الحركة لقذف نفسه والعودة إلى بقية الرجال. كانت يداه مغطاة بالتراب وتؤلمانه كثيرا، لكن وجب إكمال الطريق. كان العامل التالي أثقل بقليل، وكان على ماريو أن يفكر في طريقة ليوصله إلى بر الأمان. استعان بخدعة، اعتاد وضع كعبيه على كرسي وكتفيه على الآخر حتى يتخذ جسمه وضعية الجسر. كان الناس يقفون على بطنه ويحصل بعدها على بعض الجوائز الصغيرة. حسنا، ليس الأمر ممتعا هذه المرة. زيادة على ذلك، بدلا من الكراسي ثمة هاوية على مد النظر تحته، لكن يجب أن يمضوا قدما، ما من خيار آخر. مد ماريو جسمه عبر الحافتين وصار بذلك جسرا آدميا. رفض العامل العبور في بديء الأمر، لكن ما من مكان ولا وقت للتفكير مليا. قام بخطوتين غير ثابتتين، ومن ثم جرى فوق ماريو. صار هناك شخصان في الجانب الآمن. عندما أدرك البقية نجاح هذه الخدعة صار من السهل عليهم فعل ذلك، ونزلوا الواحدة تلو الثانية عابرين جسم صديقهم القوي للوصول إلى بر الأمان. وبعد برهة من الزمن صار 13 منهم في أمان. تسلق ماريو ونزل 16 مرة، وأوشكت طاقته على النفاذ. كانت ذراعاه تؤلمانه وارتجف من الإرهاق، لذا أغمض عينيه وأراد التقاط أنفاسه، لكن الرجال في حاجة إليه. استجمع آخر ما تبقى فيه من طاقة وتسلق مرة أخرى لمساعدة البقية على العبور. كان راسي آخر الناجين، فقد كان مذعورا، لكنه أجبر نفسه على الصعود فوق كتفي ماريو. هم بالعبور، وفجأة زلت قدم ماريو لأول مرة في تلك الليلة. أوه كلا، ضعفت يداه، لكن لحسن الحظ حط حذاؤه على العارضة ونزل بسلام. نظر راسي إلى ماريو يصنع جسرا بجسمه لآخر مرة في تلك الليلة. تقدم بحزم بينما كان بقية عمال المنجم في انتظارهما. سحبوه وماريو وبدأوا يبكون ويصرخون: لقد نجوا جميعا، انتهى الكابوس، وبفضل ماريو صنعوا المستحيل. لكن ماريو كان يعاني من آلام مبرحة. عندما كسر الصندوق الأحمر للوصول إلى الزر كسر عظمة في يده، لكن لم يكن لديه الوقت للتفكير في الألم. همه الوحيد كان إنقاذ زملائه. التقط سماعة الهاتف مجددا واتصل بالمشرف ليعلمه بأنهم بخير. كان المهندسون ومدراء المنجم في طريقهم لمساعدتهم. لهول الأمر تهيأ للعمال أن المصعد توقف قبل أسابيع، لكن المشكلة برمتها استغرقت ساعتين فقط. كانت تجربة فظيعة، ولم تغب أسوأ السيناريوهات عن بال من عاشوها، لكن صار جميعهم بأمان الآن. أمسك ماريو بشطيرته وسحب الثيرموس قائلا: من يريد الشاي يا رفاق؟